هناك بعض العقوبات التي تحمل المعنى الرمزي، وهناك عقوبات مالية قاسية وعقوبات اقتصادية وعقوبات تجارية وغيرها من العقوبات الدبلوماسية، مثل طرد الدبلوماسيين في أعقاب هذا الغضب الدولي حول أحداث قرية بوتشا. لكننا لم نرقى بعد إلى مسألة طرد السفراء. حينما حدثت زلة لسان الرئيس بايدن بوصف نظيره الروسي بأنه مجرم حرب، تم استدعاء السفير الأمريكي جون سوليفان لدى موسكو وتوجيه رسالة غاضبة من روسيا لهذه زلة اللسان. إلى الآن السفير الأمريكي ما زال يعمل في موسكو، والسفير الروسي ما زال يعمل في واشنطن. لكن هذه الحملة بفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ودول الدول الأوروبية باستهداف وقطع امدادات الطحن الروسي إلى أوروبا، وما يتعلق أيضا بتجنيد بعض احتياطات روسيا لدى البنوك الأوروبية، كل ذلك يصب في محاولة عزل روسيا دبلوماسيا، جعلها دولة منبوذة دبلوماسيا، وفي الجانب الآخر تقليص قدرات روسيا على الحصول على موارد مالية تجعلها قادرة على تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا. من طيب. الجانب الآخر هناك بالطبع تعزيزات عسكرية متزايدة إلى أوكرانيا.